السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الطلبة، حلقة جديدة من بهدو. من الأخطاء الشائعة لدينا في المصدر المؤول المثالين اللي قدامنا دول، يعني لو جاب لي مثال من المثالين دول في الامتحان وقال لي الموقع الإعرابي لما تحته خط، أنت عندك هنا موقع إعرابي أول أن يرحمنا الله، وبرضو نفس المثال هنا أن يرحمنا الله. من الأخطاء الشائعة إن أي أن زائد الفعل المضارع نقول عليها مصدر مؤول. حبيبي طبعا مش كل أن زائد الفعل المضارع مصدر مؤول، خدعوك فقالوا إن كل أن زائد الفعل المضارع مصدر مؤول. تعال نشوف التالي، هنعرف الجملة الأولى. لازم تاخد بالك ان عسى فعل من افعال الرجاء التي تحتاج الى اسم وخبر، لكنه في بعض الاحيان ياتي فعلا تاما، يعني مره بيجي الفعل ناقص، والفعل الناقص في الحاله دي هيجي معاه اسم مرفوع، اسم عسى طبعا مرفوع، زائد الجمله الفعليه، الجمله الفعليه اللي هي في محل نصب، جمله فعليه في محل نصب خبر عسى. ليه؟ لأنه فعل ناقص، لأنه فعل ناقص. الكلام ده لو انطبق هينطبق على الجزء الأول من المثال، يعني احنا لو عربنا الله هنا لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أن فعل مضارع، أن حرف نصب، ويرحمنا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وعلى بعضيها يا ولاد على بعضيها مصدر مؤول. دي كلها على بعضها كده كلام حقيقي طبعا، انها مصدر مؤول هيتعرب خبر عسى. هي دي المشكلة بتاعتنا بقى، هي دي المشكلة، ان انت في الاعراب بتقول ان دي مصدر مؤول. للأسف الشديد الإجابة دي ما اقدرش اقول عليها صح، على الرغم من ان اجابتك الطبيعيه هتقول ان اداه نصب ويرحمنا فعل مضارع منصوب وانها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وهتقوله في الاخر ده مصدر مؤول. لا، دي جمله فعليه، جمله فعليه في محل نصب، وليست، خلي بالك الله يخليك، وليست مصدر مؤول. تمام كده يا ولاد؟ يبقى هنا المثال الاولاني ده عسى هنا ناقصة، ناقصة لها اسم وليها خبر، وطالما خبر عسى ما ينفعش أقول عليه مصدر مؤول، هقول عليه جملة فعلية. تعال بقى للمثال التاني، عسى أن يرحمنا الله. هنا بقى المصدر المؤول تواجد، دي مصدر مؤول حقيقي، عسى رحمة الله موجودة. يبقى هنا المثال الأول له اسم وله خبر، وأن وما بعدها من فعل مضارع جملة فعلية في محل نصب خبر عسى، لكن هنا هقول عسى فعل ماضي مبني. طب ما هنا فعل ماضي مبني، أيوه بس فعل ناقص له اسم وله خبر، لكن هنا فعل ماضي مبني تام يكتفي بفاعله، يكتفي بفاعله. طيب يبقى هنا يرحمنا على بعضيها مصدر مؤول، ركز في اللعبة دي، مصدر مؤول في محل رفع فاعل. يبقى كده هيجي لي اتنين فاعل ورا بعض، بص الجمال بقى، بص الحلاوة، اتنين فاعل، فاعل مرفوع. ازاي بقى؟ ازاي دي فاعل ودي فاعل؟ قال المصدر المؤول فاعل لعسى، والله فاعل ليرحم، والنا مفعول به، وهنا مصدر مؤول. طب انا عشان ما اتلخبطش في الامتحان، ايه المشكله عندي عشان اعرف افرق بينهم؟ قال لك عشان تفرق بينهم بسهوله وببساطه لازم تعرف ان عسى اسمها لازم قدامها، ما ينفعش يبقى ضمير مستتر. فهمنا يا ولاد؟ طالما جه الاسم كده معايا هنا الله، يبقى ده اسم عسى، لكن المصدر ان زائد الفعل المضارع لو اتصلت بعسى مباشره تتعرب مصدر مؤول في محل رفع فاعل. جالي المثال ده في الامتحان وحط لي اختر، هختارها مصدر مؤول. جالي المثال ده في الامتحان وقال لي اختر، اروح مختار جملة فعلية، وهيكون حاطط لك مصدر مؤول في الاختيارات تبعد عنها. في المثال ده تختار جملة فعلية، في المثال ده تختار مصدر مؤول.
محاربكم حمد الكاشف.